في كلمة تانية بحسب اللغة العبرية تيجي كلمة مهاسة، ودي تعني أنه بينشد الحماية. ناس كتير قوي بسبب عدم الأمان بيلجأوا عايزين حاجة تحمينا. ففي العالم ما فيش حد بيحمي، عشان كده يعبر عن الإيمان الحماية داود ويقول هذا الكلام في سفر المزامير، يقول توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدام قلوبكم، الله ملجأ لنا. كلمة الله ملجأ لنا هنا الله الحماية، ده الإيمان. أنا واثق مهما، وعشان حتى مرة يعبر في سفر المزامير يقول إن قام علي جيش لا يخاف قلبي. إيه الأمان ده كله؟ يقول أصلي عندي حماية. الحماية وين؟ الحماية من الله.